مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء. مرحبا بكم في بث مباشر جديد. بطبيعة تقرير حضرته اليوم كما أعلننا في الانونس نتاع العشية، باش نرد فيه على المؤقت السابق. للأسف الشديد هو لا يستحق الرد، أما لازم أحيانا فما بعض المغالطات اللي يتم بثها من خلال بعض الشخصيات هذه، لا نحب ولا نكره مازال عندها ناس تصدقها، ومازال فما نسبة من الشعب التونسي للأسف الشديد معناها تنطلي عليها الحيل متاعها والحجج الواهية اللي يقدموا فيها والمغالطات اللي ما عندها حتى أساس من الصحة وما عندها حتى فوندمون وما عندها حتى حجة تخليك تصدقها. بون، فما حوار تفرجت فيه لمنصف المرزوقي على إحدى القنوات الأجنبية، على قناة بي بي سي تقريب. دونك حكي فيه، هو باساج نتاع 8 دقائق شكرا ولا 6 دقائق، حكي فيه على بالأساس المذيع حاورو على موقف منصف المرزوقي من تدخل دولة الإمارات في الشأن التونسي وفي القضاء على الربيع العربي ما بين قوسين، الربيع نتاعهم هذايا اللي خرب الدنيا الكل في الدول العربية الكل اللي لحقها. دونك منصف المرزوقي يحكي فيه على عديد النقاط اللي يلزم الحقيقة شكون يجاوب عليها، لأنه شفت معناها حتى في بعض وسائل الإعلام المنابر السياسية اللي تتطرق للتصريحات السياسيين إلى آخره، ما كانش فما رد شافي وظافي، وما كانش فما رد مقنع، وما كانش فما معناها ما نعرفش معناتها، ما كانش فما تعديل أو ترجيح الكفة بقول الحقيقة على الملأ للمواطن التونسي وللمستمع التونسي وللمتفرج التونسي. هذاك علاش اليوم حبيت نعمل الفيديو هذية باش نوضح عديد النقاط وباش نقف على كلامه نقطة بنقطة. خليكم معنا وتابعوا معنا، هو لا محالة وقت عمل الحوار هذا وقت قام بالحوار هذا، وهو من دولة فرنسا ماهوش حتى في تونس معناه يتكلم في الكلام هذا، ما نعرفوش علاش هو، ما نعرفش اسكو مازال في فرنسا رجع لتونس، هذا الكل ما نعرفوش. اما هات نتبعوا نقطه بنقطه اون فادي كورتيكي الخطاب نتاعو نقطه بنقطه، وخليكم معنا، واللي يحب يتفاعل طبعا في اطار الاحترام وفي اطار النقد البناء وفي اطار التفاعل المحترم من غير لا سلب وسب وشتم وكل اللي تعودنا به من بعض الانصار. دونك مرحبا بكم، نتفاعلوا معاكم اتو مومون، ونرجعوا على رسائلكم بطبيعه، نحاولوا نرجعوا على كل رسائلكم ونتفاعلوا مع كل تعليقاتكم. نخليكم مع الجزء الأول، هما دي باساج صغار قصيتهم باش نعلق عليهم نقطة بنقطة. تابعوا معنا الجزء الأول وهنا راجعين. كان لك أكثر من تعقيب أشرت فيه أن النظام العربي القديم تحديدا الإمارات والسعودية تقف وراء ما يحدث في تونس، ما دليلك على ذلك؟ لماذا بنيت هذا الاستنتاج؟ دليلي على التجربة المباشرة، يعني أنا لما انتخبت رئيس جمهورية في 2011-2014 اكتشفت الدور الخبيث الذي تلعبه الإمارات عبر أشياء واضحة. يعني كانت تجيني تقارير استخباراتية بأنه يعني ثم هناك مال يأتي من الإمارات لتغذية الإعلام الفاسد، وكانت لنا صعوبات كبرى في تصيد هذا المال الفاسد. به قالوا ما دليلك على انه دولة الامارات دخلت في تونس؟ اش قالوا؟ قالوا دليلي من تجربة مباشرة، يعني تجربته هو وقت لك كان رئيس مؤقت للجمهورية التونسية. نعاود نرجع كما قلت في البداية، راهو هو لا محالة، ربي سبحانه وحده هو الا يحيي العظام وهي رميم، معناها الانسان ما ينجمش يقيم معناها عبد من تحت التراب، اما مش مشكل يلزم يتجاوب عليها النقاط هذيا. قالهم دليلي من خلال تجربه مباشره كما كنتوا تتفرجوا فيه توا، قالوا كانت فما تقارير استخباراتيه تجيني وتقول لي الا هو فما مال فاسد قاعد ياتي من دوله الامارات وياتي لمنابر الاعلام الى 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 الى, إلى. به لهنا هنا انت تتحمل مسؤوليتك، راهو الكلام هذا خطير، الكلام هذا خطير ويمس من الامن التونسي القومي ويمس من السياده الوطنيه التونسيه اللي التوا احنا ندافع عليها ومن 2011 وديسة على سياده تونس وعلى كرامه الدوله التونسيه اللي كان شانها وكانت دره بين الامم تونس في السياسه الخارجيه وفي الدبلوماسيه نتاعها وفي كل شيء. دونك السيد شنو قال؟ قال كانت تاتيني تقارير استخباراتيه. تنجم تعطينا وين التقارير الاستخباراتيه اللي كانت تجيك الرسميه بطبيعه الا فما دوله كانت تتدخل، كل سوا الدوله راهو كانت تتدخل في تونس وتعطي في مال فاسد لوسائل الاعلام؟ راهو الكلام هذا خطير، واذا كان ما تحاسبش وقتها راهو يلزمه يتحاسب توا، اما على انه روج مغالطات وانه عمل مشكله دبلوماسيه مع دوله شقيقه، دوله عربيه شقيقه ودوله جوا، اما انه تستر معناها الكلام هذا صحيح وتستر هو، وبالتالي يتحمل المسؤولية كاملة في التدخل في الشأن التونسي من طرف دولة أجنبية وفي السكوت عن جريمة أمن قومي للبلاد التونسية. ما فماش غيرهم معناها، هذا اللي حبيت نسمعه الكلام في منابر الإعلام. الله غالب، الله غالب، عنا برشا اعلاميين سطحيين برشا باش ما نقولش حاجه اخرى، معناها سوبرفيسيال يغزروا للامور معناها من جانب سطحي للغايه. دونك هذا شنو حبيت نقول فيما يخص النقطه الاولى اللي قالها. دونك يا اما انت
تكذب وما فماش منه الكلام هذايا وما جاتك حتى تقارير، انت ما كنتوا في الحكم، انت كنت رئيس دوله. اذا كان انت رئيس دوله والسلطات الكل عندك وعند الاخوانجيه اللي حطوك رئيس دوله، وتشوف التقارير الاستخباراتيه اللي جاتك من اجهزه رسميه كما تحكي انت من الدوله التونسيه، وتقعد تتفرج على مال فاسد داخل تونس، فيا خيبه المسعى انت هنا يجب ان تحاكم بالخيانه العظمى يا سيد المؤقت. معناها مش كلام بركه، يجب ان تحاكم بالخيانه العظمى، لانه كل السلطات كانت في ايديكم. الاخوانجيه عاطينك الرئاسه وهما اللي يحكموا معاك، دونك انتم تتفرجوا على المال الفاسد. على شكون تحبوا، شكون تحب يصدقكم؟ معناها الكلام هذا شكون تحبوا يصدقوا؟ حتى حد ما ينجم يصدقوا. هذه النقطه الاولى. تبعوا معايا النقطه الثانيه في الخطاب نتاعو وهنا راجعي. انه هذه السيارات وصلت، يعني لم يكن خاطئا علينا، وكنا نعلم انه انت لا تنسى انه احنا كنا في فتره انتقاليه صعبه، كان الضربات الارهابيه، كان ايضا الامارات غذت الاعلام الفاسد يعني باموال رهيبه. ويعني اعطيك مثال اخر، انا لما تحدثت في الامم المتحده في 2013 بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، يعني طلبت من يعني من الناحيه الحقوقيه فقط انه يقع التعامل مع هذا الرجل بكيفيه سليمه وان تعود يعني الديمقراطيه. المقطع الثاني شي يقول لكم فيه، يقول لكم احنا البلاد مرت بظروف قاسيه في 3 سنوات هذيك اللي هو وقتها كان رئيس مؤقت فيها، هو وسيئي الذكر كانوا يحكموا. قال لك تلقينا ضربات ارهابيه، معناها ورغم هذاك الامارات غذت وسائل الاعلام، باقي عاود يقول فيها غذت الاعلام الفاسد وبالمال الفاسد الى اخره. دونك هنا هني رديت تقريب في البارتي الاولى على الكلام اللي قالوا. الضربات الارهابيه نحب نذكرك راهي كانت نتيجه للشحن اللي وقع وانت رئيس جمهوريه، كانت من عندك المشايخ اللي استقبلتها انت في قصر رئاسه الجمهوريه ودست على سيادته ودست على رمزيه اكبر مؤسسه في تاريخ تونس واكبر مؤسسه عندها رمزيه في الداخل والخارج اللي هي مؤسسه رئاسه الجمهوريه، ودخلت لنا الحي ودخلت لنا المشايخ نتاع العار الا فيهم شكون تورط بعدها في عمليات ارهابيه وفي قضايا ارهابيه. دونك انت تتحمل المسؤوليه نتاعها كامله مش جزء منها، انت دخلتهم للقصر وانت كرمت العديد منهم وانت حكيت معاهم وتحاورت معاهم، والشيخ من غادي كيف كيف اللي عطاك الحكم قاعد يقول لهم راهو بشويه وحتى الساعه نضمنوا الامن والجيش مازالوا ماهمش مضمونين، ولا الخيام نتاع انصار الشريعه وحزب التحرير تنصبت قدام وزاره الداخليه في عهدك انت وانت رئيس مؤقت، وفي عهد الاخوانجيه اللي حطوك انت رئيس جمهوريه للاسف الشديد، نقطه سوداء في تاريخ تونس انت وهما. دونك هنا انت تتحمل مسؤوليه الضربات الارهابيه الموجعه اللي صارت لتونس، ولا طيحت الاقتصاد التونسي، ولا ضربت السياحه التونسيه وخلاتها في الحديث. دونك هنا انت هو اللي تتحمل مسؤوليتك. فما نقطة أخرى قالها وكنتوا تسمعوا فيها، قال لك وقت لما مشيت لأمريكا وحكيت على الشهيد الرئيس الشهيد مرسي، هنا ذكرني بكلامه، هذا ذكرني بكلامه في التدخل في الشأن المصري وقت لا كان رئيس مؤقت على رأس الدولة التونسية للأسف الشديد، مرة أخرى نقولها، وقت لا تدخل في الشأن الداخلي المصري، وجاوبناه وقتها من مختلف المنابر الإذاعية في 2012 و2013 و2014، وقلنا راهو حدك حد غادي، راك الكلام هذا ما يمثلك كان أنت وما يمثل كان المرضى اللي كانوا يحكموا معاك في الوقت هذاك، ما يمثلش الشعب التونسي. الشعب المصري اختار وحقق مصيره، وهاو كنشوفوا توا مصر تتقدم بخطوات جبارة لأنه أزاحوا الحركة هذه وقطعوا دابر الإخوان المسلمين والإسلام السياسي اللي تسمي فيه أنت والفكر الإخواني بصفة عامة، نحوه صح عليهم من بلادهم، واستجابت المؤسسة العسكرية المصرية، ومش معناها فماش ضرورة باش نقعدوا نعاودوا نحكيوا على الحيثيات. خرجوا 33 مليون مصري للشارع وطالبوا بإزاحة الإخوان وسلموا مقاليد الحكم للمؤسسة العسكرية العريقة في مصر، لأنهم كان عندهم ثقة أنها باش تمنع البلاد وباش تمنع الدولة المصرية من الانهيار الإخواني اللي تسبب فيه اللي تسمي فيه انت شهيد. على كل حال ربي وحده سبحانه يعرف شكون شهيد ومش شهيد، ماكش انت وصية على الشهداء، وماكش انت معناها باش تجي تعطينا درجة معناها نتاع الشهادة، هذا شهيد وهذا مش شهيد. دونك هذه نقطة علقت عليها فيما يخص الباساج الصغير اللي كنا نتفرجوا فيه. هات نتفرجوا على الباساج الثالث وهنا راجعين. بحاجة إلى دولة الإمارات لكي تدافع عنها، ومنذ ذلك الوقت ونحن يعني نصطدم بهذه الدولة وهذا النظام وهذا الشخص اللي اسمه بن زايد في كل مآسي الأمة العربية، هو وراء كل المآسي، وراء مأساة اليمن، وراء مأساة ليبيا، يعني وحقده على ما يسمى الإسلام السياسي كان في الواقع يعني حقده على الثورة الديمقراطية، يعني الإسلام السياسي كان جزء من هذه الثورة، ولكن هو يعني هو وهذا النظام العربي القديم قرروا أنه لا مجال للديمقراطية لأنها تهددهم، فصفوها بالحرب يعني بالحرب.
قال لك من وقتها كنا نصطدم بهذه الدولة، يحكي على الإمارات، اللي هي ضد الثورات وضد 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 وضد، ولا هي ضد الإسلام السياسي. قال له هنا كلمة اللي هي ضد الإسلام السياسي، اللي هو كان جزء من الثورة، سطر عليها 10 أسطر. نحب نذكر الرئيس المؤقت السابق، اللي للأسف كان رئيس مؤقت سابق لتونس وقتها، كونه الإسلام السياسي اللي تحكي عليه أنت والخوانجية اللي تقصدهم، لأنه شكون فما إسلام سياسي وقتها في تونس؟ هما الخوانجية اللي يسميوا في رواحهم حركة نهضة وقتها، هما ما شاركوش في الثورة يا سيدي الكريم. للأسف الشديد شرائح المجتمع، ولا تسميه ثورة بتبيع، الانتفاضة هذه اللي قامت ما فيها حتى خوانجي، ما فيها حتى خوانجي خرج للشارع وطالب بإزاحة النظام، إلا للأسف قلت مؤامرة وأجندة كبيرة حكينا فيها قبل في مختلف وسائل الإعلام. دونك تقحم في الإسلام السياسي في الثورة وتشارك فيه اللي هو عنصر كان في الثورة، راك تكذب مرة أخرى، والتوانسة ما عادش يصدقوا الكذب والأوهام متاعكم. الأخوانجية، التحرك اللي صار في تونس مع المؤامرة الأجنبية اللي دخلت لتونس في 2011، كانت لهم فرصة باش يرجعوا ويضحكوا على عقول التوانسة، ويدخلوا على أساس كانوا ضحايا متاع نظام سابق، وتعرفوا اللي نعرفوه هذاك الكل، والتمويلات والجمعيات الخيرية لما ولد حزبهم وحملاتهم الانتخابية، وهيك الكل اللي شفتوه وسيطر على الإعلام وسيطر على مفاصل الدولة، إلخ 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 من الكوارث اللي حكينا فيها تيلة 10 سنوات وإحنا نحكيو فيها عدوا فيها بالحجج وبالأدلة وبالبراهين. دونك الإسلام السياسي اللي تحكي عليه بعيد كل البعد على ما سميته أنت ثورة، ما عنده حتى علاقة بها، هو ركب وخرج من السجون والمنافي القيادات متاعه والقادة متاعه وركبوا على تونس، وكانت طبعا الوزارات، وزارات السيادة تمنح بالأقدمية في السجون مش تمنح بالكفاءات وتمنح بإدارة دواليب الدولة وبعلم معناها بدواليب الدولة، لا كانت تمنح إلا كان 19 عام حبس في زنزانة يجي يحطوه رئيس حكومة، إلا كان 17 عام حبس في زنزانة فردية يحطوه وزير داخلية، حتى لين ديسة على كرامة المؤسسات السيادية، حتى لين تم اختراق كل مفاصل الدولة التونسية، إلا إن شاء الله مخرجينهم مخرجينهم منها إلى آخر رمق، باش نقعدوا ندافعوا ونستميتوا على مكاسب دولتنا، وباش نقعدوا ندافعوا ونستميتوا على أنه تونس لن تتأخونا في أي حال من الأحوال. هذا التعليق على الجزء الثالث. نمشيو للجزء الرابع توا، ولا فيه المذيع بيدو يرد على منصف مرزوقي، شوفوا شنو يقولوا له وهنا راجعين. هذا النظام، طيب، هو ليس مدافع، لكن ألا تعتقد أنك بحديثك ذلك تصف تونس أو تصبغها بصبغة شديدة الوهن، أن تأتي دولة خارجية تستطيع أن تحرك كل الأمور فيها إلى هذه الدرجة، ونتجاهل الأشياء التي قادت إلى الخطوات الأخيرة من أوضاع اقتصادية شديدة السوء، من فساد معروف في الأحزاب السياسية أو في أغلبها كما يتهمون، من وباء كورونا، كل هذه العوامل قادتنا إلى ما نحن فيه والأزمة التي نحن فيها الآن، وليس الإمارات. المناشد قالوا الكلام اللي كنت نقول لكم فيه توا، قالوا انت هنا بكلامك هذا اقحمت او معناها روشت صوره على بلادك اللي هي تونس، اللي هي بلاد رثه، واللي هي معناها بلاد تم الدوس عليها، واللي هي بلاد سمحت بانه تتمس سيادتها، وبلاد سمحت بانه معناتها بعباره اخرى ما عادش تونس دوله سياديه وطنيه جمهوريه مستقله، معناها وكانه تتحكم فيها دوله ثانيه اللي هي الامارات اللي حكي عليها المؤقت السابق. دونك حتى من المذيع رد البال وجاوبوا بطريقه هذه اللي سمعتوها، لانه كلامه ببساطه وبصراحه كلامه متناقض وكلامه كله زيف ومغالطات وكذب. نمشيو للجزء الخامس وقبل الاخير وهنا راجعين. وليس الإمارات، شوف السردية الآن التي يعيش عليها الشعب التونسي والكثير، أنه كل هذه مصائب الثورة، أردد لكل الناس طول الوقت أنه الثورة في تونس حكمت من 2011 إلى 2014 في أصعب الظروف، استطاعت الحفاظ على نمو 2-3%، استطاعت المحافظة على هيكل الدولة، أعطت الشعب التونسي دستورا من أروع الدساتير في العالم، ولذلك يريدون التخلص منه، كان الهدف نتاعنا هو إرجاع السيادة للشعب وتنظيم انتخابات، هذا ما فعلنا. قال لك 3 سنين اللي هو كان فيهم رئيس مؤقت ولا حكموا فيهم مع الخوانجية، قال لك كانت الظروف وقتها خذينا البلاد في أصعب الظروف، ورغم ذلك حافظنا على نسب النمو وحافظنا على هياكل الدولة، قال لك وعملنا أحسن الدساتير في العالم. شوفوا الكوارث اللي خلفتها أحسن الدساتير في العالم بكلام وبتصريحات خبراء القانون الدستوري وأهل القانون وأهل الذكر وأهل الاختصاص، أحسن دستور في العالم اللي خلانا نعيشوا في المصايب اللي احنا نعيشوا فيها توا، أحسن الدستور في العالم اللي بكله ديفاي، اللي بكله مغالطات وبكله فصول قابلة للتأويل، وهنا نشوفوا توا قاعدين نعيشوا في الخروقات الجسيمة جراء الدستور اللي قالك أحسن دستور في العالم اللي هو ماشي حد شيء، كان ينجم يصير معناه تنقيح لبعض الفصول نتاع دستور 59، وهذا
قلت انا شخصيا في 2011 وقت الناس ماهيش فاهمه شيء وفوضى واكله بعضها في البلاد، قلنا لهم راهو نقحوا 4 ولا 5 فصول تتعلق بالديمقراطيه وبالتعدديه وبحريه التعبير، وراهو دستور 59 هو لا من احسن الدساتير في العالم فعلا، ولا اتى على كل جوانب معناها القانونيه في البلاد، وما خلى حتى معناها ما خلى حتى جانب ما اتطرقلوش، وما كانش فيه واضح وما كانش فيه فصل واضح الحقيقه في كل معناها دواليب الدوله التونسيه وفي كل الاختصاصات وفي كل المجالات. دونك هما ما سمعوش الكلام وقتها، اليسار الغبي للاسف الشديد نسبه كبيره من اليسار الغبي لا كانت لعبه في يد الاخوانجيه، وطالبوهم بمجلس تاسيسي وطالبوهم بكذا، وزوهم معناها بعد ما رجعوا الاخوانجيه بعد 2011 وشافوا الضوء وشافوا الشمس وشافوا النور، وزوا كجماعه اليسار للاسف الشديد، وغرقونا في هالمستنقع هذا نتاع حل جهاز امن الدوله، حل حزب التجمع، حل كل هياكل الدوله، معناها ان المرور الى نظام كذا كذا، هذا الكل عملوه هما من وراء طبعا اليسار اللي خرج للشارع، لانه الاخوانجيه كانوا يخافوا ما يخرجوش للشارع، معناها وقتها كانوا في جحورهم، وقتها كانوا يعلم بهم ربي وين كانوا، الا كان في المنافي ولا كان في السجون، دونك مازالوا خرجوا شادين ببوشتهم، تشجعوا باليسار، لزوه، واحنا توا في الوضعيه اللي احنا فيها للاسف الشديد، دونك هذا شنو حبيت نقول على الباساج الاخراني. نمشيو لاخر توا باساج باش نسمعوه ونختموا البث المباشر هذا، ما نطولش عليكم، دونك نسمعوا الباساج هذا وهنا راجعين. انتخابات هذا ما فعلنا. ابتداء من 2014 الى اليوم الثوره المضاده هي التي تحكم، بحيث كل المصائب الموجوده الان على التي يعاني منها الشعب التونسي وكيف الشعوب العربيه هي الثوره المضاده التي انتصرت. واليوم بقي الحل، الحاجه الوحيده التي لم يقع التخلص منها هي الدستور، وهي يعني هذا اخر شيء يريدون التخلص منه للعوده الى نظام الحكم الفردي. يعني بالتالي عمليه تصفيه الربيع العربي وقعت في تونس، وهذه يعني هم منعونا من ان نقيم اقتصاد سليم ومنعونا من كذا. تقول لي اغلاطكم، طيب طبعا احنا انا اتحمل جزء من المسؤوليه والنهضه تتحمل جزء كبير من المسؤوليه، لكن ايضا يعني هناك قرار دولي وهناك قرار اقليمي بانه هذه الثورات العربيه يجب ان تفشل، وفعلوا كل ما في امكانيتهم ليفشل، لكن انا اعدهم بانهم يعني يجدفون ضد التاريخ، انا اعدهم انهم ربحوا معركه ولكنهم سيخسروا الحرب. طيب أهم نقطة من الكلام اللي قاله، قالك ابتداء من 2014 مش احنا اللي نحكموا، أما راهي الثورة المضادة هي اللي تحكم. بكري شوية قال الإسلام السياسي اللي هو الإخوانجية اللي هو النهضة هو جزء من الثورة، ومن بعد توا قال لكم بعد 2014 الثورة المضادة هي اللي تحكم. كيفاش تحكم والإسلام السياسي اللي هو جزء من الثورة على كلامك أنت، على مغالطاتك انت، هو يحكم مع الثوره المضاده اللي تسميهم انت ثوره مضاده، اللي هما وقتها نداء تونس والباجي قايد سبسي الله يرحمه. دونك كيفاش هما يحكموا مع بعضهم؟ تي هو الاسلام السياسي طلع ثوره مضاده في حد ذاته، وهو هو اللي خلى الثوره المضاده على كلامك يا سي المؤقت السابق هي تنشط وتخدم وتحكم في البلاد. يا اخي باقي مصدقين الا فما ناس مصدقتكم؟ معناتها مصدقين رواحكم انتوما اللي انتوما مازلتوا تكزيستيو في البلاد هذيا، ومازلت فما ناس تصدق المغالطات والزيف اللي قاعدين تبثوا فيه هذا الكل؟ دونك وقالك منعتنا الثوره المضاده من ان نقيم اقتصاد سليم. نذكرك الى الاقتصاد السليم اللي حكمكم الرشيد وقتها، وقتها انت رئيس مؤقت سابق للجمهوريه التونسيه، هو الاتفاقيات نتاع تركيا، جزء كبير من الاقتصاد السليم الا دمر اركان الدوله التونسيه ودمر اركان الاقتصاد التونسي، الا خلانا في الحضيض، الا خلينا معناها نسكروا احنا نستوردوا تونس، تستورد البابي مشوار هذاك اللي نشريوه قبل ب 150 فرنك وتو ب 250 ولا 300 ولا الله اعلم قداش، ولا نستوردوه من تركيا، معناها احنا نسكروا معاملنا نتاع البابي مشوار ونسكروا اللي فيهم الاف الخدامه اللي تخدم، هذا اكزامبل بسيط راهو، ونجيبوه من تركيا البابي مشوار يتباع في تونس صنع تركي. هذا الاقتصاد السليم نتاعكم، معناها تونس ما تنجمش تصنع بابي مشوار. اقتصادكم السليم اللي خلانا نجيبوا زيت الزيتونه اللي احنا من اكبر المصدرين في العالم ومن اجود انواع الزيت في العالم هو زيت الزيتون التونسي، نجيبوا فيه من تركيا ونبيعوا فيه للتوانسه زيت تركيا، ونعطيو زيتنا احنا بتبيعه في اطار اتفاقيات مشبوهه يكشف اللثام عليها شيئا فشيئا بطرف وتتحل الملفات الكل وتتجبد دوسياتكم الكل. وقتها حمادي جبالي اللي هو كان رئيس حكومه وانت رئيس مؤقت سابق اللي هما الاخوانجيه اللي حطوك في الحكم، هو اللي صحح على اتفاقيه الصداقه والتعاون اللي دمرت الاقتصاد التونسي واللي حكيت عليها منذ 2013 وانا ننبح في منابر الاعلام، بربي راجعوا الاتفاقيه هذه، راهي تدمر الاقتصاد التونسي، راهي تقتل الاقتصاد التونسي، راهي تقتل الفلاحه التونسيه، راهي تقتل المنتجات التونسيه، وراهي تجيب لنا في منتجات فيها برشا، فما ديزيتود تعملوا ديزيتود امريكان قريتهم وعديتهم في اذاعه المنستير وقتها، الا فما دي برودوي كونسيريجين، فما منتجات مسرطنه، هذوما دراسات امريكيه عملتها قاعده تجي لتونس من تركيا، منهم الشوكولاته، انواع من الشوكولاته بالطبيعه، ومنهم برشا منتجات اخرى حكيت عليها اون ديتاي، وخرجت حتى التقرير الامريكي
الامريكي الا يحكي على المواد المسرطنه اللي تجيب فيها تركيا لتونس. دونك هذا جزء بسيط من الاقتصاد السليم اللي كنت تحكي عليه ياسين مؤقت السابق، الا من عندكم الثوره المضاده من انكم تقيموه. معناه انتم هي اتفاقيه صداقه وتعاون برك الا معناها تعفي تركيا من طبعا كل الامور الجمركيه وكل الديوانيه وكل شيء. دونك هي تعفيها حتى من انها دخل بلا فلوس والا بنسبه ضئيله جدا ورمزيه، وحكيت فيه هذا اون ديتاي. تو ما نستحضرش لي شيفر وما نستحضرش لي برودوي بالضبط، اما عملنا له حلقات تجمو ترجعوا للباج نتاعنا والقناه يوتيوب نتاعنا، عملنا حلقات كامله تحكي على الاتفاقيه هذه وعلى لي برودوي اللي نجيبوهم وبقداش ندخلوهم وبقداش نبيعوهم للمواطن التونسي وشنو هي الحاجات والتمور وزيت الزيتون اللي نخرجوا فيهم احنا وبقداش نخرجوا فيهم، تبقى لهذه الاتفاقيات نتاع الاقتصاد السليم اللي تحكي عليه انت توا في حكمكم وفي عهدكم الرشيد. فعلا معناها ان لم تستحي فقل ما شئت وان لم تستحي فافعل ما شئت. نقطه وحيده ونختم بها، منصف المرزوقي في كل مداخلاته الاخيره التلفزيه ولا البث المباشر اللي يعمل فيه من الصفحه نتاعو قاعد يمنع في التعليقات، معناها ما تلقاو حتى تعليق، مسكر باب التعليقات. زعما علاش يا ديمقراطي يا اللي تحب الراي والراي المخالف، يا اللي تحب تسمع النقد، يا اللي تحب تسمع اراء التوانسه، علاش تسكر في تعليقاتك تعليقات نتاع التوانسة؟ علاش تمنع فيهم من انهم فقط يتفرجوا برك على الفيديو نتاعك؟ ما عندهم حتى خيار اخر، ما عندهمش حق يكذبوا الاوهام اللي قاعدة تبث فيها والمغالطات اللي قاعدة تروج فيها والسموم اللي قاعدة تنفث فيها من خلال المنابر اللي قاعدة تستضيف فيك كيما الخنزيرة الحقيرة هذيك اللي دمرت الشعوب العربية وعلى راسهم تونس. علاش انت مسكر باب التعليقات يا منصف مرزوقي؟ سؤال يقتضي اجابة والاجابة تعرفوها توانسة الكل، لانه انكشفوا، لأنه لم تعد تنطلي ألاعيبهم على الشعب التونسي، ولأنه الشعب التونسي ما عادش يصدق الأكاذيب والأوهام اللي قاعدين يبثوا فيها ويروجوا فيها، ولأنه الشعب التونسي نسبة كبيرة منه تنورت وفاقت. هذا اش حبيت نقول، وهذوما النقاط اللي حبيت نعلق عليهم لا ورقة لا ستيلو، لأنه الشعب التونسي للأسف الشديد الناس اللي قاعدة تشوف فيهم توا فما ناس مدمغجة، فما مازالت فما نسبة ولو أنها قلت، مازال فما نسبة مدمغجة من الشباب التونسي ومن الشعب التونسي تشوف فيهم رموز، تشوف فيهم قادة نتاع ثورة للأسف الشديد، مازالوا يصدقوا. ما يسمعوش الرد عليهم كيما اللي كنت نحكي فيه توا، ما تسمعوش في حتى اذاعه مالوغوزمون، معناها ما تسمعوش في حتى تلفزه. هكذا يجب ان يرد على هؤلاء، لانه هؤلاء هما اللي دمروا تونس، هما في فترتهم وحكمهم هما اللي دمروا تونس. هذا شنو حبيت نقول، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، تصبحوا على خير وسهره طيبه، وكل ما يقتضي الامر ان نخرجوا وننوروا التوانسه رانا نخرجوا في كل وقت ان شاء الله. ويعطيكم الصحه على نسب المشاهده المشرفه، يعطيكم الصحه على تفاعلاتكم المشرفه، باب التعليق ديما مفتوح، الا يتجاوز حدوده بطبيعه يتم حذره من الصفحه بلوكاج فقط، اما الا يحكي وينقد بنقد بناء ونقد موضوعي من غير السب والشتم والثلب والتعدي على الاشخاص والشرف والعرض والعائلات وكذا، مرحبا به، مرحب به حتى كانوا مخالف للفكر نتاعنا وللطرح نتاعنا، مرحبا به. ما عدا ذلك فمكان الحظر والفيتوكس والمبيدات الحشريه للحشرات نتاع بعض الاطراف السياسيه المعلومه للقاسي والداني. تصبحوا على خير وان شاء الله في موعد قادم قريب ان شاء الله.